السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في جديد، في فيديو جديد ونهار جديد في قناه غزلان انوال. مرحبا بكم عندي، مبارك عواشيركم، رمضان كريم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وخليكم في داركم ودوزوا رمضان ان شاء الله بخير وعلى خير حتى يدوز هذا البلاء ان شاء الله وهذا المرض ان شاء الله. اليوم غندير معكم مسمن، في المسمن في ورقة ديال البسطيلة معمر ان شاء الله بهذا العمارة اللي غادي نوريكم، كيجي زوين 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 وهائل ان شاء الله. الا ما بغيتيش ديري مسمن ديري هذه الطريقة بالورقة، يعني مرة مسمن مرة هكا، الانسان ينوع ما يشقاش راسو بزاف. هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم دابا غادي نمشيو للمقادير ان شاء الله. هنا عندنا خيزوة كاروت يعني جزر وحدة هي محكوكة، عندنا بصلة صغيرة محكوكة حتى هي، عندنا فلفلة حلوة اللي كيتواجد عندكم البنات، الا عندكم حمراء صفراء خضراء اللي كاين، يعني كما كنقول لكم الانسان ديما الا ما كايناش الحاجة يمشي يقلب عليها، يعني اللي كاين في الدار يستعملو. هنا كاين كاس صغير ديال الحليب وكاس صغير ديال الزيت، وهنا فرماج غابي ورقة البسطيلة، الزيت حتى هي باش نطيبو هاد المقادير، الخرقوم هذا غير اختياري الا بغيتو البنات، وهنا الفرماج ديال لي ساندويتش، وهنا عندنا شويه ديال الزيتون، شويه ديال الكفته، الا ما كايناش الكفته البنات ديروا الطون، ولا ما كانش الطون غير الخضره كيجي زوين غير بالخضره. وهنا هاد واحد البيضه هي اللي غادي نديروها مع هاد الحليب والزيت باش نغطسو فيه الورقه ومن بعد تجينا على شكل مسمن. المهم هنا كاينه العطريه، كاين شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه، وشويه ديال السكنجبير غير شويه حيت الكفته ما كتجيش معاها بزاف السكنجبير، وشويه ديال البابريكا. وهذا مكان البنات، هاد المقادير كلهم دابا غادي نشحروهم شويه ديال الزيت، ها نتوما غتشوفوا معنا الطريقه ان شاء الله. المهم كنديروا البصله البنات شحر، وكنزيدوها فلفله حلوه، كلشي كنخلطو. المهم غنبقاو نزيدو شويه بشويه، نزيدو الكفته حتى هي تحمر لينا شويه هاد الفلفله مع البصله، ونزيدو فلفله وعاد الجزر هو الاخر والتعطيره العطريه. كنتلف ونسيت القزبور البنات، حتى هو ديما كنسى شي حاجه. المهم البنات زدنا الكفته حتى هي، وزدنا هذاك الجزر. المهم نقليوهم شويه ونزيد الزيتون والعطريه، ونزيدو شويه الهريسه الا بغيتوها البنات، حتى هي ديروها. يتقلاو مزيان، وما تنساوش شويه د الماء غير فاش يطيب شويه، ومن بعد نخليوه حتى ينشف وعاد نديروه في الحشو، نديروه في الورقه البسطيله. ها هو الحشو ديالنا البنات طاب، غنزيد ليه مازال فرماج غابي، وهذيك سميتها فاش غادي نغطسو الورقه ديال البسطيله كنديروا واحد البيضه، وكنديروا كاس ديال الحليب، كنديرو نص كاس ديال الزيت. المهم كنخلطو مزيان هاد المقادير، غنزيدو شويه ديال الملحه غير شويه، وغنغطسو فيها هذيك الورقه ونعمروها. المهم نتوما معنا تشوفوا الطريقه، ونديروها طيب دغيا ما نتعطلوش عليها. هانتوما البنات داك الخليط اللي قلت لكم ديال الزيت والحليب، الزيت والحليب والبيض، هانتوما. المهم كنديرو هكا، كنعاودو نهزو واحد الطريف كنديرو ليه حتى هو هكا. ديرو هاد الطريقة البنات، إلا جاب الله عييتو من المسمن تبدلو شوية. غنديرو هكا بخي، غادي نحطو عليهم فرماج مربع إلا عندكم ديال لي ساندويتش، إلا ما عندكمش ماشي ضروري. وخصنا نطيبوه ديك الساعة ما نتعطلوش عليه، لحقاش من بعد غادي يتحل لكم كلشي.
هانتوما البنات كي كيجي. غندير معاكم وحده اخرى هانتوما، ممكن نحطو هنايا نصرو نصيب معاكم وحده اخرى كيما قلت لكم. الى عييتو من السمن نزيدو شويه، غادي نديرو فرماج هنايا الا غنهزو بعدا هذه زيت ها هي غنديرو راه هنا هي كنغطسوها من هنا ونحطو الفرماج ديالنا من بعد نديرو الخليط ساهل ماهل كيما قلت لكم دغيا ونسدوه ونديروه يطيب. هانتوما دابا البنات هانتوما البنات راه تلقوا الزيت، ما درت لهم لا زيت لا زبده، ولكن ديك هذيك اللي فيها البيض اللي تلقات هي اللي تلقات دابا. هانتوما شفتوا كيجيو زوينين ورائعين، جربوهم البنات وردوا عليا. المهم غنقلبوهم على جوج جهات من بعد نحيدوهم. هانتمن ديالنا البنات في الورقه ديال البسطيله ها هو كي كيجي، كيجي غزال وزوين، وجربوه كما كنقول لكم. لا ما بغيتوش ديروا مسمن ديروا هذا بالورقه ديال البسطيله، كيجي زوين وسهل. المسمن ديالنا البنات ها هو طاب كما كنقول لكم. المهم انا ما قدرتش ديروا مسمن عادي، ديروا غير هذا ديال الورقه ديال البسطيله. المهم هذا ما كان، نتمنى يعجبكم البنات ونتمنى نكون خفيفه على قلبكم، وغنقول لكم السلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. غادي نقطع معكم وحده، ها هي البنات راه قطعتها، شوفوا كي كيجي هانتوما، والله الا رائع بحال مسمن عادي. نتمنى تجربوها البنات.